في أعنف تصعيد شهده جنوب لبنان بعد أن قدر الجيش الإسرائيلي وصول عمق هجماته إلى نحو 120 كيلو مترا في الداخل اللبناني، سيما باستهداف بلدات لبنانية وقيادات في الحزب اللبناني. ومنذ بدء التصعيد أسفر القصف الإسرائيلي بحسب وكالة فرانس بريس عن مقتل 516 شخصا في لبنان، معظمهم من المسلحين و104 مدنيين. أما الجانب الإسرائيلي فأعلن من جهته عن مقتل 18 عسكريا و13 مدنيا. وتتصاعد حدة التهديدات من كلا الطرفين رغم أنهما يزعمان عدم وجود رغبة في تصعيد الحرب بينهما. ورغم تهديدات مسؤولين إسرائيليين باجتياح جنوب لبنان، يرى محللون عسكريون أن إسرائيل لن تقدم على ذلك إلا إذا كانت الأرض محروقة، سيما وأنها تستطيع تحقيق أهدافها من الجو باصطياد أعضاء الصف الثالث والثاني وحتى الأول من حزب الله وضرب مراكز القيادة، وهي بالفعل عملت على اغتيال قادة رئيسيين في حزب الله، فقع عددهم بحسب إحصاءات عبرية إلى أكثر من 20 قائدا. وفي رد على تلك الاغتيالات أعلن حزب الله اللبناني عن قصفه مؤخرا لثلاث مستوطنات إسرائيلية لم يستهدفها منذ بدء الهجمات المتبادلة، تصعيد من شأنه أن يعمق التوتر ويحوله إلى مواجهة برية محتملة، فيما تشير فورين بوليسي إلى أن إسرائيل تمتلك ترسانة متطورة وأكبر بكثير من صواريخ جو أرض تطلق من طائرات حربية مختلفة وطائرات مسيرة. وبحسب خبراء واستنادا لتقارير الجيش الإسرائيلي، فإنه يعتمد استراتيجية الاغتيالات بهدف تجفيف قدرات حزب الله على جميع الأصعدة، ليس فقط على الجبهة الأمامية من الذخائر والصواريخ وحتى القيادات البشرية، وصولا إلى اغتيال الممولين، وهو ما أدى إلى أحداث ضعف كبير بصفوف الحزب اللبناني منذ بدء الحرب على غزة.